السلام عليكم شباب تانية ثانوي، معاكم مستر محمد مجد في بورت جديد وفرع جديد عندنا، واول درس عندنا في الكالكولس. اول درس عندنا في الكالكولس ليميت اوف ريل فانكشن. طبعا هو درس صغير جدا، والاسئله اللي عليه في المعاصر هي كمان صغيره جدا. فاحنا هنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هتبقى عندنا ان احنا مفيش سامري بقى، لان الدرس ذات نفسه صغير جدا. احنا هنبدا بالاسئله على طول. انا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز الليميت لما الاكس تندس تو 1 بوزيتيف، لما الاكس تندس تو 1 بوزيتيف. عايز يجيب الفانكشن عند الاكس تندس تو 1 بوزيتيف. طب الاكس تندس تو 1 بوزيتيف دي، يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بشوف ال1 تو رايت، ال1 تو رايت، يبقى هاجي عند ال1، ادي ال1 اهي، ال1 تو رايت. يعني ايه ال1 تو رايت؟ احنا اتفقنا ان معنى كلمه ان انا بحسب ليميت دي بجيب اقرب حاجه ليها. طيب لما تزيد عن ال1 بحاجه بسيطه، الفاليو بتاعت الواي ظهرت كانت كام؟ ظهرت كانت 0. يبقى انا هنا الليميت لما الاف اكس تندس تو اكس 2 بوزيتيف هتبقى 0. طيب الليمت لما الاف اكس تندس تو 1 تو ليفت، فين ال1 تو ليفت؟ ادي ال1، ال1 تو ليفت يعني اي فاليو اقل فاليو من ال1، الاقل من ال1 بالظبط اهو. ده كده نزلنا عن ال1، نزلت كده عند ال1، لقيت نفسي وصلت عند الكام؟ قريب من النيجاتيف 2. يبقى لما الاكس تقرب من ال1 تو ليفت، الاف اكس هتبقى بكام؟ الليمت بتاعتها هتبقى بكام؟ قريبه من النيجاتيف 2. طيب عايز احسب بقى الليمت عند ال1 نفسها. طب هي امتى بيبقى عندي ليمت عند ال1؟ لما الاف 1 تو رايت تطلع قد الاف 1 تو ليفت. طب الاثنين طلعوا زي بعض؟ لا، ده واحده طلعت 0 وواحده طلعت نيجاتيف 2. يبقى هنا الليمت دي مالها؟ doesn't exist. طيب عايز يجيب الاف ده اللي هي كانت مين؟ doesn't exist دي هنا. طيب عايز يجيب الاف نيجاتيف 1 تو رايت، ادي النيجاتيف 1 اهي. يعني ايه تو رايت؟ يعني الفاليوس اللي اكبر من النيجاتيف 1. فين اللي اكبر من النيجاتيف 1؟ اهي، هاجي كده وانزل تحت لقيتها قربت من النيجاتيف 1، يبقى الفاليو هنا هتبقى عباره عن كام؟ نيجاتيف 1. طيب الليمت عند ال1، عند النيجاتيف 1. طيب ما هو لازم الليفت والرايت يطلعوا زي بعض علشان يبقى في ليمت اساسا. طيب تعال نشوف الليفت بقى، في هنا ليفت اذا كان فوق او تحت؟ مفيش في اي مكان، مفيش في اي مكان هنا اذا كان فوق او تحت. يبقى الليمت عند النيجاتيف 1 does not exist. طيب الليمت للاف اكس عند الاكس تندس تو 2، ادي الاكس تندس تو 2 اهي. طيب انا عايز احسب الليمت عند ال2، بروح رايح اعمل ايه؟ ادي ال2 تو رايت طلعت 1، وادي ال2 تو ليفت طلعت 1، الاثنين طلعوا زي بعض صح؟ يبقى الليمت عند ال2 كانت 1. عايز احسب عند ال0، ادي ال0 اهو، ال0 تو رايت طلع 0، ال0 تو ليفت طلع 0، الاثنين طلعوا زي بعض، يبقى الليمت هنا هيبقى 0. عايز احسب الليمت عند النيجاتيف 1 تو رايت، ادي النيجاتيف 1 اهو، فين تو رايت؟ يعني الازيد من النيجاتيف 1 اهو، طلعنا 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 لانها مقربه من مين؟ مقربه من الفور. يبقى الليمت دي هنا هتبقى كام؟ هتبقى 4 عند النيجاتيف 1 تو رايت. طب النيجاتيف 1 تو ليفت، ادي نيجاتيف 1 تو ليفت، في رايت في فوق او تحت اي حاجه ظاهره؟ لا، يبقى دي كده كام؟ دي مش موجوده، دي كده في السكند هنا دي هتبقى كام؟ دي داز نوت اكزيست. طيب عايز احسب الليمت عند النيجاتيف 1، لازم الرايت والليفت الاثنين يطلعوا لي نفس الرقم، الرايت والليفت الاثنين يطلعوا لي نفس الرقم. طب الرايت اساسا طلعت بفور والليفت مش موجوده، يبقى بالتالي اللي عند النيجاتيف 1 ذات نفسها هتبقى داز نوت اكزيست. عايز اجيب اف 2، يعني ايه اف 2؟ عايز اجيب الفاليو بتاعت الفانكشن دي عند ال2، هاجي عند ال2 واطلع اهو، طلعت بكام عند ال2؟ طلعت ب4. يعني انا ما بحسبش ليميت، انا بحسب الفانكشن عند ال2، ليه طلعت بكام؟ طلعت ب3. عايز اجيب اف 5، اف 5 مالها؟ في هنا ظهر اي حاجه عند ال5 اذا كان فوق او تحت؟ لا، يبقى دي مالها؟ undefined. عايز اجيب الليمت عند الاف عند الفايف تو ليفت، ادي الفايف تو ليفت، هاجي كده الاصغر من الايه؟ الاصغر من الفايف، قريبه من مين؟ قريبه من التو، يبقى دي هتطلع كام؟ تو. طب الاف فايف تو رايت، ادي الفايف تو رايت، قريبه من كام؟ قريبه من التو. طب الليمت عند الفايف، الرايت طلع تو والليفت طلع تو، يبقى الليمت هي كمان هتطلع تو. الليمت عند السفن تو ليفت، ادي ال7 تو ليفت، قريب من الكام؟ قريب من ال4. طب الليمت عند ال7 لازم يبقى الرايت قد الليفت عشان يبقى فيه ليمت، الرايت
في حاجه؟ لا مش قريبه من اي حاجه، مفيش اي حاجه ظهرت، يبقى بالتالي دي مالها؟ هتبقى does not exist. طيب بيقول لي in the opposite figure when الثيتا tends to 90. يعني ايه الثيتا tends to 90؟ يعني الثيتا دي هتقرب من ال 90، الثيتا دي هتقرب من ال 90. الواي هتقرب من الكام؟ الواي هتقرب من الكام؟ طيب يا مستر انا اول حاجه عندي الثيتا قربت من ال 90، يعني الشكل ده كده قرب، يبقى ايه؟ رايت انجل تراينجل. يبقى انا هنا اقدر استخدم بايثاغورس ثيرم، هو عايز الواي هتقرب هي كمان من الكام. طيب في الوقت ده الواي هتبقى سايد ولا هايبوتنس؟ هتبقى هايبوتنس. يبقى 10 باور 2 بلس 10 باور 2 سكوير روت ل 10 باور 2 بلس 10 باور 2 اللي هي ادتني كام؟ 10 روت 2. 10 روت 2. طب بعدين يا مستر ده 10 روت 2 عايزين هنا نعمل ايه؟ if the curve of the polynomial function f intersect the x axis at the x equal 3. الكيرف ده عمل انترسكت مع الاكس اكسس لبولونوميال فانكشن، عمل انترسكت مع الاكس اكسس ات الاكس ايكوال 3. ات الاكس ايكوال 3. يعني انا لما جيت رسمت بولونوميال فانكشن عمل انترسكت مع الاكس اكسس ات الاكس ايكوال 3. يعني الفانكشن الفاليو بتاعت الاف اكس عند ال 3 هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. طيب هنا بقى بيقول لي مين من دول الاختيار بتاعي؟ احنا اتفقنا ان الفانكشن عند ال 3 لازم تطلع كام؟ زيرو. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ هو ايه معنى الجمله دي؟ الفاليو بتاعت الفانكشن لما الاكس تقرب من ال 3 الانسر بتاعها هيطلع كام؟ الانسر بتاعها هيطلع زيرو. تعال نشوف اللي بعديها. The opposite figure represents the curve of the function y f x. شايف الكيرف ده؟ بيعمل represent الفانكشن اسمها y equal f x. الليمت عند الفانكشن دي عند الزيرو. اه الليمت بتاعت الفانكشن دي عند الزيرو. مالها؟ قد السم بتاعت الليمت عند ال 1 تو النيجاتيف 1 تو رايت وال 3 تو ليفت. طب تعالى نطلع الاجابه بتاع كل واحده. مين الليمت عند الفانكشن؟ مين الليمت عند الزيرو؟ ادي الزيرو اهو. بطلع ليفت ليفت ورايت، لقيت الاثنين قريبين من مين؟ الاثنين قريبين من 1، يبقى الفانكشن دي كده هتبقى بكام؟ هتبقى ب 1. طيب الاف نيجاتيف 1 تو رايت، اف نيجاتيف 1 تو رايت اهي. طلعت بكام؟ طلعت بنيجاتيف 2. طب الاف 3 تو ليفت اهو، 3 تو ليفت دي طلعت بكام؟ بإي. طب احنا عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الفاليو بتاعت الايه؟ النيجاتيف 2 دي تروح السايد الثاني تبقى بلس، يبقى الاي ايكوال 1 بلس 2 اللي هي طلعت كام؟ اللي هي طلعت 3. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا ايه؟ which of the functions represented by the following figures does have a limit at the x equal 3؟ مين من دول عندها limit عند الاكس ايكوال 3؟ طيب ده عند ال 3، ال 3 تو ليفت بكام؟ ب 1. طب تو رايت ب 2. كده مفيش ليميت عند ال 3. ال 3 تو رايت، ال 3 تو رايت ب 0، ال 3 تو ليفت ب 2، يبقى مفيش ليميت عند ال 3. ال 3 تو رايت ب 4، ال 3 تو ليفت ب 4، يبقى في ليميت عند ال 3. هنا ولا ليفت، 3 تو رايت بوزيتيف انفينيتي، 3 تو ليفت نيجاتيف انفينيتي، لو هي مكمله، لو مش مكمله هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 2. المهم ان الاثنين مختلفين، مين الوحيده اللي ليفت ورايت قد بعض؟ هي لتر سي. طيب لان هنا عدد الاسئله كانت قليله فاحنا كده كده هنخليها كلها مع بعض. فهنا بيقول لي ايه؟ all the following are unspecified quantities، كل دول unspecified ما عدا واحده. مين هنا اللي مش unspecified quantity؟ الانفينيتي بلس انفينيتي، الانفينيتي بلس انفينيتي. احنا اتفقنا unspecified quantity يعني ايه؟ يعني كمية غير محددة، حاجات مش هقدر احددها، حاجات مش هقدر احددها، value مش هقدر احددها. فالزيرو اوفر زيرو ده unspecified، الانفينيتي ماينس انفينيتي ده unspecified، الانفينيتي divided by infinity ده unspecified. يبقى كلهم unspecified ما عدا مين؟ infinity بلس انفينيتي. طيب عايزين نجيب الليمت عند الاكس تندس تو 2. ادي الاكس تندس تو 2 يا مستر اهي. طيب بعدين ما انا عشان اشوف هي ليها ليمت ولا لا بعمل ايه؟ بشوف الرايت والليفت. الرايت هنا طلع كام؟ طلع 1. والليفت طلع كام؟ طلع 1 برضو، يبقى الليمت دي هتطلع ب 1. عند ال 2 برضو
عايزين نجيب الليمت للاف اكس عند الاكس تندس تو 2. ادي ال 2 اهي، الاف 2 تو رايت اهو. يعني ايه يا مستر رايت؟ يعني لما باجي اعوض برقم اكبر من ال 2. طيب لما باجي اعوض برقم اكبر من ال 2 لقيتها طلعت بكام؟ لقيتها طلعت بنيجاتيف 1. طب ورقم اصغر من ال 2 اقرب حاجه ليها كانت ال 2، الاثنين طلعوا مختلفين، يبقى دي كده ما عنديش ليميت، يبقى دي كده ما عنديش ليميت، داز نوت اكزيست. طيب ليميت للاف اكس لما الاكس تندس تو 2، ادي ال 2 اهي، 2 رايت 3، 2 ليفت 3، ادام الاثنين طلعوا نفس الرقم يبقى الليميت عند الفانكشن دي طلعت 3، يبقى الليميت عند الفانكشن دي طلعت 3، عند الرقم ده طلعت 3. طيب الليميت عند النيجاتيف 2، النيجاتيف 2 تو رايت 0، النيجاتيف 2 تو ليفت 0، يبقى الانسر كان 0. عايزين نجيب الليميت عند الاكس تندس تو 0، اجي نزلنا 0 تو رايت نيجاتيف 3، 0 تو ليفت نيجاتيف 3، يبقى الانسر هنا كام؟ نيجاتيف 3. الليميت عند النيجاتيف 4، طيب ده في رايت بس ما فيش ليفت، يبقى دي داز نوت اكزيست. الليميت عند ال 4 مفيش رايت بس في ليفت، داز نوت اكزيست. وكده كان كل الاسئله اللي موجوده في المعاصر على الجزئيه دي، احنا كده خلصناها وحليناها. اتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا منها بحاجه، وان شاء الله باذن الله استنوا بارت 1 من ليسون 2.